السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الكبسة السعودي تاني مرة نعمله الكبسة السعودي، بس احنا بصراحة ما عاملينها برز مصري. هو المفروض ان هما بيعملوه برز بسماتي، لان طبعا احنا عندنا الرز المصري هنا مكتسح، احنا بنصدر الرز بتاعنا اصلا خلاص. ومعمولة النهاردة بلحمة جاموسي، مش بلحمة خرفان، طبعا متزوقة هنا، والريحة ما اقولكوش، نفس الكبسة اللي فاتت. وبجد يعني معلش اعذروني، انا مش عايز اتكلم كتير. سخنة في الشوط الاول. روعة، شوف الجزر كده لما تلاقيه. شوفوا يا جماعة، الله، الكبسة دي وجبة متكاملة الأقكام. الله، اللحمة حلو. ما شاء الله. الشغل دي جميلة أوي، اللي إدينا دي. لا دي رهيبة شوية. دي فيها الشغل. لكن مامتك. مامتك كمان. خليته التاء جميل، لحمة حلوة صحيحة. الله، خف المنطق، لا تاكل نص جميل. كمية بهارات بتتحط في الكبسة ديت تخلي الواحد ايه، يسافر بلد تاني. كنا نروح الهند. ما حدش يا جماعه يقول لي انا نجيم في الشتاء في البرد ابدا، ولا يقلل في الاخر. حط طبق مغلف. اهلا حد. تمام، قول البخل العثماني، خد يا مية يلا. العثماني دي يا جماعة أخت أم سهيلي، عايشة معانا هنا في البيت. أختها عملت لها شقة هنا عندي في بيتي هنا، وقاعدة عندنا هنا. يعني إيه، هي المديرة بتاعتنا، هي اللي بتصرف، هي المدير المالي والإداري. بتقول لك نعمل أكلة كذا، نعمل الشرب كذا. لأن الناس أصدقائي وإخواتي في اليوتيوب أرفقهم. لا حاجة رهيبة، لا بجد جميل. السعيدة، إيه الفرق بين الرز البسمتي والرز المصري؟ الفرق يا حاج؟ الصبر والله، الرز المصري روعة بجد يعني.
نعم هات يا باشا. دخل حلو قوي، صلى على النبي. سجل شويه خد تمام، خد كمان بتاخد دول. تمام هات هات المرفيه هات هات قول يا حاجة نطلع النبي. الراجل يقول له ايه المسلسل، اديني حته لحمه مدبسه كفايه دي. كله تمام، حد عايز حاجة؟ هل تمام؟ تمام يا جماعة، أكلة النهاردة روعة جدا بجد، يعني روعة جدا جدا، أكلة حلوة في الشتا ده، الجو برد فعلا ما حصلش في مصر هنا. اسكندرية نزل عليها تلج، اسكندرية نزل تلج في اسكندرية. نشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل احنا بقى.